رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومنطقة الشارقة التعليمية وجامعة الشارقة فرع خورفكان. أطلق مركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة السادسة من معرض قراءة بلا حدود على المعرض من أو نطلع الحين على هذا المعرض من خلال هذا التقرير. افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان فعاليات معرض قراءة بلا حدود في دورتها السادسة الذي يستمر من الخامس حتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومنطقة الشارقة التعليمية وجامعة الشارقة فرع خورفكان وبمشاركة العديد من دور النشر المحلية والعربية والمؤسسات الثقافية والتعليمية. يتضمن المعرض الكتب المطبوعة والإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية ولغات أخرى عديدة ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والكثير من الوسائل التعليمية إلى جانب كتب دور الحضانة والكتب المدرسية والجامعية، كما يتضمن معرضا للفنون التشكيلية. المعرض هذا مصاحب فعاليات فنية مصاحبة لمعرض الكتاب بخورفكان اللي هو هالسنة بعنوان قراءة بلا حدود، وأثرينا الفعالية في رسومات جرافيتي، كذلك معرض للموهوبين الفنانين والفنانات، معارض شخصية ومعارض مشتركة، والإضافة عندنا للمؤسسات الحكومية صباحا عندنا ورش فنية وتعليم وورش مجانية للجمهور. يهدف المعرض إلى ضرورة تقديم ونشر الثقافة وتسهيل سبل المعرفة أمام الجميع وحرص قيادتنا الرشيدة على توفير العلم والمعرفة لأبناء الإمارات، باعتبار أن القراءة هي أحد الدعائم الأساسية للثقافة التي تساهم في بناء المجتمع وتقدمه. طبعا هذا المعرض من المعارض الجميلة اللي تقام في المنطقة الشارقة اللي أكيد تزود الجمهور بالثقافة بجميع نقدر نقول أنواعها وتخصصاتها، ونحن أيضا نترقب المعرض الأكبر اللي هو معرض الشارقة الدولي صحيح. للكتاب إن شاء الله بيكون في بداية نوفمبر مقبل. صحيح، قراءة بلا حدود عنوان أيضا جدا جميل يحاولون يستفيدون منه كل من صحيح. يتواجد في هذا المعرض. لذلك مشاهدينا ننتقل الحين إلى مركز الاتصال في مدينة خورفكان الجميلة، وأيضا بنتابع معاكم تفاصيل الحفل السنوي لموظفين المركز الذي أقيم تحت شعار الخير بتواصلنا. خلونا نتابع. نظم مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الحفل السنوي لموظفي المركز تحت شعار الخير بتواصلنا، وذلك بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الاتصال وموظفي المركز. نحن من خلال هذا المركز الحمد لله الإنجازات كثيرة، بدأنا بتغيير هوية المركز، وكذلك كانت هناك عدة اتفاقيات بين المركز وبين بعض الدوائر الحكومية التي من خلالها يعني نبحث عن سبل التعاون في التعريف عن المعلومات الموجودة لهذه الدوائر الحكومية، وإن شاء الله يتطور هذا المركز إلى الأفضل ونخدم أكبر شريحة ممكنة في إمارة الشارقة. هدف الحفل الذي أقيم بفندق الأوشنيك بمدينة خورفكان إلى إبراز منجزات المركز وتكريم نخبة من موظفيه المتميزين في بادرة لتحفيز الموظفين على مزيد من البذل والعطاء. الحفل هذا يعطينا دافع كبير للعطاء للتواصل مع الجمهور بشكل مختلف، من خلال أيضا وجود فريق العمل والأسرة الواحدة داخل المركز، ومن خلال أيضا التواصل والتفاعل خارج حدود العمل. كما سعى الحفل إلى توطيد العلاقات بين الموظفين والإدارة التي تحرص بدورها على تقديم كل الدعم الدائم للموظفين. وتضمن الحفل الكثير من الفقرات المتنوعة، منها عرض فيلم عن إنجازات المركز ومسرحية ترفيهية. ساد المكان جو من الإلفة بين موظفي المركز من خلال الألعاب التدريبية التي تحفز نشاط الموظف وتكسر الروتين
من العمل اليومي، ويسعى المركز إلى تأمين بيئة محفزة ومشجعة للإبداع والتميز وإحداث فرق في بيئة العمل التي تجعل الموظفين سعداء دائماً. حرصنا في التنظيم على متعة وسعادة الموظفين ونخلق أجواء غير عن العمل تماماً، وهدفنا أن نوحد الموظفين في مناسبة ويكون كل الفريق متواجد. بالنسبة لطبيعة عمل مركز الشارقة اتصال، نظام شفتات في صباحي وفي مسائي، فحرصنا أن في هاليوم وفي هالمناسبة الجميلة أن يلتقي كافة الأفراد في مناسبة سعيدة، وكله يكون في مسابقات ولعب وترفيه واستمتاع وجو عائلي بالمقام الأول. في الختام، تم تكريم الموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم المثمرة في تطوير المركز لخدمة المجتمع. حياكم الله مشاهدينا، طبعا رجعنا لكم من بعد هذا التقرير، عنوان جدا جميل، الخير بتواصلنا. دائما ما نحظى بمثل هذه المبادرات وهذه الفعاليات، وايضا شفنا اجواء جدا جميله تحمل العاب وايضا انشطه مختلفه للموظفين، فلذلك نحن ان شاء الله نسوي عندنا بعد ان شاء الله بعض المبادرات الجميلة. مثل هذه الامور، ظهر الموظف من روتين العمل الى اكيد روتين مختلف اللي هو السعاده والترفيه وغيره. ومن الفقرات مشاهدينا للموظفين الى فقره السعاده والايجابيه اللي نقدمها لكم كل احد مع الاستاذه خلود الطنيجي، خلونا نتابعها. صبحكم الله بالخير يا اجمل متابعين، في فقرتكم سوالف إيجابية ومع أختكم خلود طنيجي مستشار طاقة إيجابية وسعادة. اليوم سؤالنا، هل أنت شخص تفكر بالانتقام؟ للوهلة الأولى يمكن الناس تخاف شو سالفة الانتقام؟ بالفعل بديت ألاحظ وايد قام ينتشر مسمى أبا أنتقم من فلان لأنه كسرني، أبا أنتقم من فلان لأنه خانني، لازم أكسر فلان، لازم أجرحه، لازم أراوي، لازم أرد له صاع صاعين. بديت ألاحظ أن مشاعر الانتقام وايد قامت تنتشر في الآونة الأخيرة من بين الأشخاص، من بينهم بين بعض، من بين الأخ وأخو، من بين الزميل وزميلة، من بين الزوجة وزوجها، لدرجة بعض الأحيان. وأزعل كثير لما أشوف أنه من بين حتى الأب وعياله، يعني مثلاً الأب كبر بالعمر وعياله قصروا فيه أو إلى آخره، أو مثلاً الولد بينتقم من أبوه. يعني إحنا إذا بنرجع لتعاليم ديننا الإسلامي، دين الإيجابية ودين الرحمة ودين السعادة، نحن ما عندنا الانتقام. الوحيد اللي ينتقم الله سبحانه وتعالى، إن الله عزيز ذو انتقام. إذا أنا لي حق رب العالمين بأجيبه، أنا أقدر أنتقم ولكن انتقام إيجابي. تعرفون شو قايل؟ يمكن أول مرة تسمعون في انتقام إيجابي. هي نعم، في انتقام إيجابي. كيف؟ لما أنا أعامل الشخص اللي قدامي بأحسن مما عاملني، هني راح يستحي على وجهه، راح ينحرج. لما أكون أنا أفضل عنه، وهذا اللي الله سبحانه وتعالى قال لنا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله قال أن لازم تكون أنت أحسن، لازم أنت اللي تبدأ، لازم أنت اللي تبادر. هذا الانتقام الإيجابي، هني أنت تصحي ضمير الشخص اللي قدامك، تخليه يستحي على وجهه، تنكسر عينه، ولكن بطريقة إيجابية، يرجع يحس بالغلط اللي سواه في حقك ويشوف عمره وايد صغير قدامك، ويعود يتوب عن الغلط اللي سواه ويعتذر لك، وتفتحون صفحة جديدة. والانتقام بيد الله سبحانه وتعالى، ما هو بيدنا نحن البشر. لأن مجرد أني أنا أفكر بالانتقام، إذن أنا بدأت تتولد فيني مشاعر سلبية جداً عالية، راح تأثر على صحتي، راح تأثر على بيتي، على عيالي، على علاقاتي الاجتماعية، على دوامي، راح تهدمني. لأن الانتقام والمشاعر السلبية هذه كلها ما في أي جانب إيجابي لها في حياتي، فبالعكس تركيزي عليها راح يبعد تركيزي عن الأمور الكويسة اللي في حياتي. وأرجع أذكركم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن، خليك أنت دوم أحسن عن الأشخاص الموجودين قدامك حتى لو هم ضروك. إن الله عزيز ذو انتقام.
أنا بنفسي جربت، عفيت عن كثير من الأشخاص اللي ظلموني ولا جرحوني، وفوضت أمري لله سبحانه وتعالى، وشفت والله الله يبلي حقي إلين عندي. احتفظت بالمشاعر الإيجابية في حياتي، فصرت من أسعد الناس. يا عسى الله يبعد عنكم الانتقام والمشاعر السلبية، وتكون حياتكم كلها مشاعر إيجابية. شكرا. ومن المشاعر الإيجابية والانتقام الإيجابي والسعادة والإيجابية إلى فاصل قصير مشاهدينا، بنرجع لاستكمال الجزء الأخير من حلقة اليوم، خلكم ويانا.